من مطار رياق العسكري في البقاع وعلى متن طوافة تابعة للجيش اللبناني نقل الطيران التركيان المخطوفان إلى مطار رفيق الحرير الدولي. المعلومات القضائية تفيد أنه تم الاستماع إلى إفادة التركيين على عجلة وبشكل سريع من قبل عناصر الأمن العام اللبناني. اقتصر المحضر بحسب المعلومات على 10 أسئلة رد عليها التركيان بأجوبة 10 مبهمة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي معلومة عن الجهة الخاطفة، وهكذا طار التركيان وطارت معهما معلومات كان يمكن استثمارها لملاحقة الجهة الخاطفة. انتهت القضية لكن الأسئلة بقيت كثيرة. لماذا العجلة؟ ولماذا سلق الموضوع بهذا الشكل؟ ولماذا اتصل الأمن العام بالنائب العام العسكري بدلا من النيابة العامة الاستئنافية؟ وهل يجوز لأي جهاز أمني أن يأخذ إفادات من دون استنابة من قاضي التحقيق المختص؟ المديرية العامة للأمن العام بحسب مادة 38 من أصول المحاكمات الجزائية هي من الضابطة العدلية، ضابطة عدلية، وتقوم مهام الضابطة العدلية. المديرية العامة للأمن العام طبعا عندما استلمت التركيين المخطوفين قامت بالأجراءات القانونية المناسبة، يعني استمعت إلى إفادتهم. هلا الإفادة أخذت وقت، ما أخذت وقت بهذا الإطار اللي عم نحكي فيه، ما فينا نحدد إلا ما نرجع نشوف الإفادات من بعد ما يتم إرسالها إلى النيابة العامة. قيل إنه الإفادات والمحضر نعمل بسرعة، هل هذا شيء قانوني؟ هلا المحضر يمكن يكون انعمل بسرعه او غير سرعه، المحضر انعمل محضر بالنتيجه انعمل محضر. طب ليش النيابه العامه العسكريه؟ يمكن المدير العام للامن العام اخذت اشاره النائب العام العسكري لعده اسباب، مفوض الحكومه لدى المحكمه العسكريه القاضي صقر صائر لعده اسباب، يمكن في سبب السرعه بطريقه باداره هذا الموضوع ولاداره هذه الازمه، التسويه السياسيه انجاز كبير، هذه التسويه يمكن ما بقى واحد بيقدر يفوت بالتفاصيل الصغيره عندما تكون التسويه والانجاز بهذا الحجم، انما النتيجه النهائيه ستعود الى مكانها، يعني النتيجه النهائيه هذا الملف بكل تفاصيله سيعود الى قاضي التحقيق في جبل لبنان الاستاذ زياد مكنا. قد تكون الصفقه السياسيه والتي تمت على اعلى المستوى استدعت تخطي القانون في بعض التفاصيل، ولكن هل التفاوض مع الجهة الخاطفة هو تفصيل يمكن تخطيه؟ فلماذا لم يصر إلى إخطار القضاء المختص ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة؟ المتهمون 3 في قضية خطف الطيارين أخلي سبيلهم بكفالة مالية. قد لا تكون هذه الخطوة من المنظار القانوني إقفالا للملف، لكن من يضمن عدم تمييع القضية وموتها؟ والتجارب السابقة كثيرة.